السلام عليكم حلواتي، ان شاء الله اليوم نختار عليكم كوكيز حبيب الاطفال بالشوكولا وبالكوك. تيجي غزال بزاف، يمكن تعطيو لهم في الكوتي في الفطور الصباح، يمكن لنا حتى حنا ناخذو لانه تيجي رائع جدا وبسيط جدا. مكونات ان شاء الله غادي نستعرض عليكم هي والطريقه، بما ان الطريقه بسيطه. غنحتاج لي بيضه كامله، مع 50 غرام من السكر، نحاول نخلطوهم سواء باليد أو بسباتول، ودائما نختاروا سكر سنيدة يكون رقيق، حبات رقاق للدسير هكا والحلويات، لأن السكر اللي تيكون شي شوية غليظ ما تيدوبش بسرعة وما كيساعدناش أن تجي لذيذة. نضيفوا 3 معالق كبيرة من الكوك، النسمة ديال الكوك تجي هي اللي غالبة وكتعطي واحد انسجام رائع جدا مع الشوكولا. من بعد ذلك غنضيفو 75 غرام من الزبدة، تكون بحرارة المطبخ يعني الزبدة بومات، ونستمروا في الخلط. من بعد ذلك نضيف الدقيق الأبيض، 110 غرام من الدقيق الأبيض، مع 40 غرام من الكاكاو. السيدة اللي حابة تعمل الكاكاو المري يمكن ليها، حابة تعمل الكاكاو الحلو يمكن ليها، على حسب ما كتبغي ما يبغي وليداتها. والطريقة بسيطة جدا، غادي نخلطوا هاد المكونات كاملة مع بعضها دفعة واحدة حتى نحصلوا على عجين متجانس بهذا الشكل. بالنسبه لي نزينو بحبوبات الشكلاط، يمكن السيده تعمل اللوز يكون كونكاسي، يمكن ليها تعمل الزبيب، يعني على حسب الذوق. بما انه اليوم اربعاء فهو اليوم اللي كيكون اتولي كويزين عندنا في الدار، داكشي علاش فضلت اني نعمل هاد الكوكيز بالشوكولا وكذلك نزينو بحبوبات الشكلاط، لان كنعرفوا الوليدات تيحماقوا عليه. من بعد ما تناخذوا كميه من العجين تنكوروها ما بين اليدين ديالنا، يعني تقريبا حب بحال حجم ديال القرقعه او حبه المشمش تكون صغيره، تنكوروها بالكف ديالنا، ثم تنبسطوها بسطه خفيفه وتلصقوا فيها الشوكولا وتندخلوها الفرن. وخصنا نعرفوا دائما ان الكوكيز كيكمل الطياب ديالو خارج الفرن، يعني غير ان فوا يبدا يقبط راسو. بطبيعه الحال غندخلوه 15 دقيقه تقريبا، من 14 حتى 15 دقيقه على فرن يكون مسخن من قبل على 180 درجه، تيجيو رائعين.